سلام السلام عليكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا اليوم الجمعة، ما قريناش في المدرسة. حاولت نقرأ واحد الكتاب اللي هو باللغة الإنجليزية Who Moved My Cheese. غيبان يكون مقلوب حيتاش كنصور سيلفي، ما كنصورش كاميرا عادية. Who Moved My Cheese، من الذي حرك، هو عندي حتى بالعربية، قريته هاد الصباح بالعربية وباللونجلي بجوج هيدا. من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ هذا كتبه واحد الدكتور اسمه دكتور جونسون سبينسر. هذا الدكتور هو من أمريكا، توفي سنة 2017. هذا السيد أمريكاني، قلت توفي في 2017 بسبب سرطان البنكرياس، الله يحفظنا وإياكم. كتاب صراحة رائع، كتاب عالمي، تكتب ترجم ل 37 لغة. 37 لغة، يعني كتاب عالمي، هذا كيدور العالم كامل. ومكتوب هنا الفوقي من أكثر، هنا ولكن كتبان للأسف كتبان هادشي مقلوب، من أكثر الكتب مبيعا في العالم. طريقة مذهلة للتعامل مع التغيير في عملك وفي حياتك. بصراحة كتاب رائع جدا، وكنصح أي واحد يقراه. كتاب صغير صغير، ما فيش بزاف، 90 صفحة، 90 صفحة، سواء باللغة الإنجليزية أو لا باللغة العربية، في 90 صفحة تقدر تقرأ في ساعة. أنا بصراحة يعني بدون تكبر قريته في 45 دقيقة. باللغة العربية قريته شي 35، قول 30 دقيقة. هيدا قريت بالعربية، العربية سهلة، العربية ديالو ما فيش شي صفحات عامرين أو لا، يعني شي حروف قلالين، داكشي بسيط. مرة كيعملوا لك شي صور هيدا كذا طيب كيدوس، ماشي شي حاجة بزاف. اللونجلي فيه شويش، فهمت يعني اللونجلي طريقة ديالو مزيانة، أنا عجبتني، باللونجلي أفضل. حتى الكتاب باللغة الإنجليزية كتبان واضحة باينة وكبيرة، ماشي صغيرة مقارنة مع الكتاب آخر. ونفس الشيء فيه 90 صفحة. كتاب كله يتحدث عن التغيير، وصراحة كنصح أي واحد، سواء كان صغير كبير، شيخ طالب علم، شي واحد خدام، شي واحد رئيس، المهم اللي كان رب عمل، رب بيت، اللي كان يقرا هذا الكتاب. كتاب رائع جدا، وكاين موجود في الانترنت، كاين بجميع اللغات، بالفرنسيه، الاسبانيه، اللونجلي، العربيه الى اخره، كاين بي دي اف. كتاب تقراه في ساعه كاع، عيش شحال ساعه، جوج ساعات، غتكون قريتي على حسب انت واش كتقرا بالزربه او لا كتقرا بشويش، على حسب واش انت عندك مع اللغه العربيه مزيان، واش عندك مع اللغه الانجليزيه. انا كنصحكم تقراوه باللغه الانجليزيه، اللي عنده المستوى في اللغه الانجليزيه قراه باللغه الانجليزيه افضل، باش يستفد بزاف ديال الحاجات. وملي كتقرا، حيت الكاتب اللي كتب الاصل هو باللغه الانجليزيه، ملي كتبغي تترجم لشي لغه لشي حاجه ما كتعطيكش شي واحد المعنى الحقيقي. اذا غنبدا، غنعطيكم ملخص علاش كيهضر هذا الكتاب. السلام عليكم الاخوان، اتمنى ان تكونوا بخير. في هذا الفيديو سوف اتحدث عن كتاب مميز، كتاب عالمي، كتاب ديال التنميه الذاتيه، اللي كيهضر على التغيير باسم Who moved my cheese، أو لا من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. هذا كتاب ديال دكتور سبينسر جونسون. إذن هذا الكتاب كيهضر على التغيير، وفي هذا القصة أو لا في هذا الكتاب وظف صاحب الكتاب اللي هو دكتور جونسون، وظف 4 ديال الشخصيات باش يهضر لنا على التغيير، حيتاش كل واحد كيفاش كيتفاعل مع هذا التغيير، كل واحد كيفاش كتكون ردة الفعل ديالو ملي كيحصل شي حاجة مثلا في الخدمة أو لا في أي حاجة، كيفاش كتكون ردة الفعل ديالو. حاول أنه يوظف 4 ديال الشخصيات. كاين فأرين صغيرين ورجلين صغيرين أو لا قزمين. إذا 4 ديال الشخصيات كيعايشين في واحد المتاهة، واحد المتاهة هي الصورة، هي هذه ما يقصد بالمتاهة. عايشين هنايا، عندهم الجبن، عندهم ما يكفي من الجبن، يعيشوا واحد المدة زمنية، الجبن، واحد الكمية من الجبن كيعيشوا تما، كيمشيو في حالهم، يمشيو للدار ديالهم وكيرجعوا، وهكذا واحد الروتين، يعني واحد المدة زمنية. ديك جوج الفيران كانوا مطورين، جوج فيران واحد اسمه سنيف، واحد اسمه سكوري، هادو فيران، ورجلين قزمين، واحد اسمه هاو، واحد اسمه هيم. دوك جوج فيران دائما كيعملوا الحساب، كيشوفوا ديك الكميه واش غادي تكفيهم، فوقاش التاله كذا، كيعملوا الحساب، عندك التاله يمشيو يدبروا، يبقاو بالجوع كذا الى اخره. هادوك الشخصين، هادوك الرجلين، لا، كيقولوا صافي عندنا ما ناكلو هو هذاك، كيمشيو دائما كيفيقوا بلاتي عليهم ويجيو ياكلوا ويرجعوا في حالهم، غيفيقوا حتى 12 بلاتي عليهم
ويجيو ياكلوا ويرجعوا فحالهم. واحد الوقيته قالوا علاش حنا نبقاو ماشيين ماجين، نمشيو نسكنوا تما حدا داك الجبل. جاو سكنوا حدا داك الجبل. يا اخرين هذوك الفأرين هما مطورين اذكياء، كيجيو بكري، كيجيو في الصباح بكري، كيشوفوك كيحسبوك كيعملوا الحساب عندك تسالى ديك الكميه شنو غادي نعملوا كذا، كيهندسوا كيدوروا مورا داك اخر، كيكون ياك ما تكون عاود شي يكون شي جبن في ديك الجهه الى اخره، دائما كيعملوا الحساب مزيان. دابا هادو قالوا صافي يعني حنايا جبنا هو هنايا ديك الشخصين، الشخصين قال لك صافي الجبن مضمون عندنا. الشخصين واحد اسمه هاو واحد اسمه هيم، هاو وهيم هادو هما الاسماء ديال الشخصين. كيجيو دائما صافي قالوا صافي الجبن، الجبن هنايا يعني صافي حنايا الحمد لله في امان، لا داعي اننا نفتشوا او لا كذا، كينوضوا بلات عليهم كيجيو كذا كياكلوا كيرجعوا فحالهم صافي. وجاو بناو، جاو سكنوا حدا ديك اخر، قالوا بلا ما نمشيو للدار سكنوا حدا ديك الجبن. مشات المده، جات المده، واحد النهار جاو بكري ديك الفأرين، الفأرين اللي مطورين اذكياء جاو بكري، ما جبروش الجبن، ما جبروش الجبن، شافوا في بعضهم قالوا يلا نفتشوا على الجبن. مشاو فتشوا في جهه اخرى، ما بقاوش كيتشكاو لا علاش شكون دا الجبن، علاش هادي يدورو ولا ينقزوا، لا صافي ما جبروش الجبن عندهم، يعني ردات الفعل ديالهم كانت صافي عادي، شي حاجه عاديه عندهم. الاساليب ديالهم عندهم يعني الحل، يمشي ويقلبوا في جهه اخرى، سال لك الخبز هنايا مشي تفتش. هادشي علاش كيهضر هذا الكتاب. ناضوا اخرين بلاتي عليهم، عادك 12 الوحده بلاتي عليهم، جاو يشوفوا الجبن ما لقاوش، ما لقاوش، كيدوروا كيسقسيو كذا فين هو الجبن. لا واحد مطور اسمه هاو، هاو مطور شويش ذكي شويش، ياخر اسمه هيم، هيم ما مطورش يعني ماشي ما مطورش، وانما هو شد في ذاك الموطع كيقولوا لا والو انا نبقى هنايا، انا خصني هاد الجبن، هاد الجبن شكون داه؟ على داك الشيء جا السؤال، من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بي؟ من الذي حرك القطعه الجبن الخاصه بي؟ او لا هو موفد ماي تشيز، هو موفد ماي تشيز، من الذي حرك الجبن ديالي؟ يعني شكون داه؟ بقى كيفتش شكون داه الجبن ديالي كذا، كيمشي من الدار غدا عاود غايجي كيقول لا دابا يرجعوه كذا، عاود هكذا دوالك دائما ماشي ماجي ماشي ماجي، بقى بالجوع، كيجيه الجوع، السيد كيتقطع كذا ومعصب وكيشوف الكوابيس في النوم ديالو، كيقول علاش كل داه الجبن ديالي؟ جا هذاك اللي مطور اسمه هاو، قال له شوف يلا الجبن ما بقاش صافي يلا نفتشو كذا، كيقولوا لا والو انا ما يمكنش نبدل هاد الجبن، هاد الجبن كان واعر مزيان كذا ما يمكنش نفتش، ما فيا ما يفتش، انا عييت انا كبرت في السن صافي كذا، انا ما نقدرش، هذا كان حلو الى اخره، انا ما نقدرش نمشي نفتش في المتاهه، غنمشي نخرج غادي غادي نخاف غادي نعياو غادي نتلفو غادي يعني ما سوف نضل الطريق، يعني كيقولوا غنتلفو كذا ما نجبروش كذا، هو عجزان ومقلق وخايف الى اخره. ولكن هي هاو رغم ذلك هاو خرج مشى فتش، بدا كيدور كيدور كيدور، مشى جبر واحد الكميه صغيره ديال الجبن، كلا منها وجاب شويش ليلو، جا لعندو قال له هاك ذوقوا، بدا عاود معاه كيهضر معاه. دابا كاين كما قلنا هاو وهيم، دابا هاو هو اللي ذكي كيهضر معاه كيقول له يا هيم يلا نوضوا نمشيو نفتشو كدا، راه كاين، كيقول له لا والو انا غيرجعوا هاد الجبن، شكون اللي دار شكون اللي دا من هنا هاد الجبن غيرجعوه، ما يمكنش انا نبدل، هذاك كان واعر مزيان كاليتي كدا ما فيا ما يتحرك، انا يرجعوا لي ديك الجبن. داك السيد لقى هذاك مشى عاود كيدور كيدور، اللي اسمه هاو، هاو هو اللي ذكي، هاو مشى كيدور كيدور، هيدا هو يطيح في واحد الجبن كبير. اذا قلنا ملي مشى عاود جبر واحد الكميه كبيره ديال الجبن، كلا منها وخلى شويه تما، قال غادي نرجع كذا الى اخره، عمل واحد الدوره رجع لذاك الجبن جبروه داوه للناس، داوه الناس الاخرين، جبر ذاك الجبن داوه، قال وبلاتي مادام هو عيا فشل كذا ملي صافي لقى ما داو له ذاك الجبن، قال بلاتي غنرجع لصاحبي اسمه هيم، غنرجع لهيم غنحاول نهضر معاه نقنعو على الله، والا حتى اذا فشلت بعدا نكونوا فاشلين بجوج، ماشي انا فشلت بوحدو ياخر بوحدو، عندك يكون رجعوا ذاك الجبن الاولاني، عندك يكون رجع وبقيت انا بلاش، رجع نهيم، رجع نهيم عاود ذاك يقنعو يلا ها هي منمشي ويلا هكذا، قال له والو، قال له هاك انا جبت لك شويش الجبن تاكلو، قال له لا والو انا عجبني داك الجبن، انا ما ناكل لا الجبن، انا خصنو هذاك الجبن اللي داو لي من هنا يرجعو. بقى كيدور في ديك المتاهه، بقى جالس تما، يا خور صافي عيا ما يهضر معاه، ما لقى دون حل، صافي خرج مشى. ملي خرج مشى في الطريق كيكتب ملاحظات كل مره، شنو كيكتب؟
بدا كل مره، غنقول لكم واحد العباره، بدا كل مره فوقاش ما داز هيدا مشي متاها، يعني في الحيط كيكتب، كيكتب في الحيوطه. اذا لم تتغير فمن الممكن ان تفنى، اذا لم تتغير فمن الممكن ان تفنى. مشى كيدور كيدور، عاود عاود كيكتب، عاود فوقاش ما جبر شويه الجبن، كيكتب عليه شي عباره شي حاجه في الحيط. كتب: ماذا تفعل اذا لم تكن خائفا؟ ماذا تفعل إذا لم تكن خائفا؟ يعني هما خايفين، خايفين يضلوا، خايفين يتلفوا، خايفين ما يجبروش. دايما الخوف هو اللي كيشكل واحد العائق للناس انهم ما كيوصلوش الاحلام ديالهم، دايما كيخافوا. كيقول لك نعمل تجارة نخاف نخسر، نعمل نخاف هذه، نقرا مزيان نخاف ما نجاوبش، نخاف هذه، نخاف ندفع المباراة. المهم دايما الخوف هو اللي يقف عاجز، يعرقل الناس اللي عندهم طموحات الى اخره. ولكن الناس اللي طموحين دائما كيخدموا مزيان وكيتجاوزوا ديك الخوف. اذا هو ماشي دائما وكيكتب، واحد المره عاود كتب على واحد الحائط: اشتم رائحه قطعه الجبن من حين لاخر حتى تعرف متى نصيبها، متى يصيبها العطب. دائما دابا هو استفاد، قال لك دائما ملي غتلقى الجبن خصك تشمو، تشوف عندك خسار وتحسب الكميه الى اخره. دائما يعني كيكون واحد التغيير، يعني دائما ما تقولش صافي انا ضمنت هذه الحاجه، لا، دائما ديك الحاجه تقدر واحد النهار يجي شي واحد يحيدها لك ولا تحيد لك باذن الله او لا شي حاجه. دائما خصك تكون مستعد للتغيير. اذا هذا السيد بقى ماشي ماشي ماشي، يعني عمل المجهود صافي، تجاوز الخوف ديالو، ما بقاش خايف الى اخره. قال اللي ليها ليها، انا المهم نمشي نفتش على الجبن في المكان. بقى ماشي ماشي ماشي، وهو يتلقى واحد الجبن كبير، لقى الجبن كبير. ملي طلع لهيدا شاف تما هذوك الفأرين الذكيين، جبرهم تما، واحد اسمه قلنا سنيف وياخر اسمه سكوري. سكوري، اذا سنيف وسكوري لقاهم تما كياكلوا مبرعين مع راسهم كياكلوا. جا هو شاف فيهم، سلموا عليه، قال اهلا، لاباس لاباس، وبقى كياكل حتى هو معاهم. وهو يتفكر هيم، جالو البالهيم، قال او بلاتي راه خصني نرجع نهيم. وعاود تفكر، قال بلاتي بلاتي، ياك انا حطيت له ديك الشعارات، حطيت له الكتابات في الجدران، اذا قرا غير داك الشيء راه غيتحفز كذا ويجي لعندي، مالو هو ما يجيش؟ راه التغيير خصو يجي هو من عنده، هو خصو يتغير، ماشي انا نمشي نغيره. شحال قدني انا نبقى نهضر معاه، هو خصو يغير راسه. وبالتالي من تما جات الفكره ديال التغيير، وهذا كل ما في القصه. يعني ان القصه كيقول لك خصك تغير راسك، خصك دائما ما تكونش في شي خدمه يعني غتكون صافي هذه الخدمه مضمونه او لا شي حاجه، دائما رد البال. اذا خوتي باختصار باش نلخص لكم هاد القصه او هاد الكتاب علاش كيهضر، كيهضر على التغيير. كيقول لك ان التغيير كيجي من نفسك. التغيير يعني ما تسناش انه شي واحد يجي يغيرك. مثلا ما تبقاش تشكى بزاف، ما خصكش تشكى تقول لا انا الوالدين ديالي مثلا فقراء، انا هادي، انا الدوله ما عطاتنيش، انا هذا سرقني، انا هذا انا هذا. يعني لا تلقي باللوم على الاخرين، الفشل ديالك خلي عندك انت، خصك تحمل المسؤوليه ديالو. لا تلصق ولا تمسح فشلك في الاخرين مهما يكون. مثلا استاذ ضلبني ما عطانيش النقطه، الا هذاك ما عرفش انه ما صحح لي شي مزيان، ولا يعني كيكونوا كيكونوا، ولكن حالات نادره ماشي دائما. مهما يكون انت خصك تكافح وتنوض، مهما سقطت مهما يعني خصك تعاود تنوض. مثلا انت في خدمه دائما رد البال، ديك الخدمه ما مداو ماشي مهما يكون، واخا تكون رسمي تقدر غير تضرب شي واحد اذا كنتي استاذ. تقدر تكون في شي خدمه مثلا في شي شركه، خدام في شركه، واخا يكون 10 سنين عندك 10 سنين، انت كتقول صافي انا خدام في شركه هو هذاك. تقدر تعمل غير واحد المشكل او لا شي نهار ما تمشيش او لا شي نهار تعطل، غتلقى مثلا المدير ديالك معصب يقول لك صافي انت مطرود مشي بحالك، واخا تخدم 10 سنين واخا تخدم ما عرف شحال. يعني غيجي واحد النهار خصك تغير، خصك تبدل، خصك تعمل الحساب. ماشي اذا مثلا مشيتي للشركه وقفوك صافي غتقول اه ناري يا مهمتي يا كدا هادي، وتبقى تشكى كدا وانا ما صحاب ليش. لا، خرجوك هنا كيفتح الله بيبان، ومشي كافح، دائما وجد الحساب، دائما اعمل الحساب ديالك، راه كاين التغيير. اي حاجه كتغير، حتى حاجه ما مداومه. شوفوا غا الصلاه، شوف سبحان الله الصلاه، حنا كنا كنمشيو للجوا مع كنصليو كذا، طق شدوا المساجد وصافي. واش حنا ما غنصليوش؟ كنصليو في الدار عادي، مساله عاديه. مثلا شدوا لك ملعب ديال الكره، كنتي كتلعب الكره مداومه على الكره، واش انا ما نلعبش كره؟ لا، نلعب، نمشي للبلايان، نمشي للغابه، نمشي مثلا شدوا لك لاصال ديال الرياضه، اي واش انا ما نعملش الرياضه مثلا؟ بزاف ديال الحاجات. مثلا كنت خدام في واحد المحل، ديك المحل هدموه مثلا، ديك السوق ريبوه كذا، الدوله بغات تعمل شي حاجه ولا تبني ولا، واش تبقى مكتوف الايدي؟ مثلا انت كنت في شي وظيفه في شي حاجه، ديك الشركه تسازات صافي، جمعوا قلعهم، واش غتبقى تبكي وتعمل؟
يعني بزاف ديال الحاجات. مثلا انت نجحتي، هذا الكتاب كيقول لك خصك تكون مستعد للتغيير، يعني التغيير قادم لا محالة، في أي لحظة يقدر يجي التغيير، وخصك تكون مؤهل، تكون واجد راسك، يعني ما تبقاش تشكى كذا هذه، لا دايما خصك تكون واجد. أي حاجة عندها الحل، وقفوا هذه، اعمل هذه، يعني كيكون عندك خيارات، أي حاجة عندها الخيارات. مثلا انا عملت القناة في يوتيوب، جات يوتيوب عملت شي مخالفة شي حاجة شدوها لي، واش غنبقاو كنبكي؟ صافي انا غنبقى كنبكي، مشات لي قناة كذا، لا انا خصني ذاك القناة ترجع لي، لا خصك تمشي تعمل البديل، تعمل شي حاجة اخرى، تكافح كذا، صافي هي مشات القناة، صافي هو هذاك بكي ما يكفي، صافي نوض نوض، صافي كمل المشوار وتستافد من الاخطاء ديالك، ماشي غتبقى انت لاصق تما في ديك المشكل، صافي لا انا سقطت في البكالوريا. انا شخصيا سقطت في البكالوريا، كون كنت استسلمت حتى انا صافي ما نقراش، ما عمري ما نكون لا استاذ لا والو، صافي هو هذاك. ولكن ما دام انا واصلت كملت كذا، ربي كيجيب التيسير. يعني دائما كيكونوا عقبات في الحياة، ما تسناش او ما تتخيلش ان الحياة ما فيها شي عقبات وكل شي مزيان وكل شي بخير، راه حتى واحد ما ولد وفي تما واحد، حتى واحد ما ولد، لا أحد خلق وفي فمه ملعقة من ذهب. يعني كل شيء هاد الناس اللي كتشوفوا كاملين دابا لاباس عليهم كده، كل شيء كيلعبوا مثلا في الفلوس إلى آخره، كاملين كافحوا، كاملين دمروا، كاملين جراوا، بقاو بلا الناس إلى آخره باش وصلوا، إلا القليل اللي كيكون عنده الورثة إلى آخره. ولكن راه الأغلبية الناس اللي يعني طالعين، الناس اللي لاباس عليهم مليارديرات إلى آخره، مليونين، راه خدموا، الناس كافحوا، حتى هما عندهم والديهم، يعني إذا قريتي الحياة ديالهم الشخصية راه كانوا والو، زيرو درهم، كانوا حتى هما وكافحوا الى اخره، ورجعوا هيداك، ورجعوا في واحد المنصب، في واحد الرفعه، ومشهورين الى اخره. ديك الشيء اللي حتى انت تقدر تعمل، راه انت بامكانك تكون احسن منهم، بامكانك انك تستغل الفرصه وتقرا مزيان وتنجح الى اخره، ودير داك الشيء اللي كيعملوا الاخرين، بامكانك انك تحصل على اكبر معدل، بامكانك انك تحصل على احسن خدمه، بامكانك انك تخدم بواحد الثمن رائع، بامكانك انك تبيع وتشري وتعمل لباس من غدا، يعني ماشي شي حاجه زعما غريبه، غير هما خدموا، انت خصك تعرف الطرق كيفاش كيخدموا الناس، ما تبقاش غير كدور وصافي، هذيك الروتين كدا شي حاجه اللي كتعملها دائما ما مداومش. والوظيفه اذا كنت خدام في الوظيفه، راه عمرك تحلم تعمل شي لباس، انت كدور تما هو في الوظيفه كيخلص الدار الما كدا الكراه هذه صافي، كيبقى غير يدور تما، ها الطوموبيله، ها المراه، مزوج كدا، الوليدات، صافي ما تعمل والو، ما تحلمش تعمل 4 طبقات ولا 5 طبقات ولا، دائما انت كدور تما، واخا تكون كتخلص مليون في الشهر، كل شهر عندك مليون، والله ما تعمل لك شي حاجه في المغرب. دابا تمشي تشري الدار مثلا، الدار يعني كدار ماشي لابارتومون، الدار خصك 200 مليون 300 مليون، فوقاش انت غتجمع هاد 300 مليون؟ ملي كتجي تعمل الاحصائيات، انت كتخلص مثلا مليون في الشهر، وشوف فوقاش غتجمعها، راه صعيبه. يعني ما بقاتش الوظيفه هي كل شيء، راه خصك تفهم الحياه، انت في وظيفه، رجل هنا رجل لهي رجل لهي، تقدر هاد الوظيفه اليوم غدا تمشي لك، خصك دائما تكون موجد البديل، اي حاجه توجد ليها البديل. مثلا انسان عنده قناه في يوتيوب، اليوم عنده يوتيوب، جات سيدي يوتيوب قالت لك زينه كذا هادشي بزاف طن، شدو يوتيوب، واش انا نبقى نبكي؟ واش انا صافي يوتيوب هي مصدر الرزق ديالي؟ دائما خص يكون عندك مصادر بزاف، دائما خصك توجد للتغيير، توقع اي حاجه، واخا تكون عندك قناه مثلا ما تفرحش بها، انا وصلت مثلا 100 كا صافي راه بخير، ولا راه نشفو رجلين كذا، دائما توقع اي حاجه، يقدر يجيو يتجمعوا عليك رجال البلاد يشدوا لك ديك القناه، طاح مشات، خصك تبدا من الزيرو، ما خصكش تجلس وتبقى تبكي الى اخره، هادي ما هادي، لا دائما ما تشكاش، دائما كن قوي مهما حصل، كما كيقول الحياة فيها عقبات، دائما انت خصك تكون مستعد لأي هجمة، ومستعد لأي خطوة، أي حاجة وقعت لك، إلا نوض، ما تطيحش، المهم ما تطيحش، نوض عادي، الإنسان يفشل ومنها ينجح إن شاء الله، وخص دائما يكون في كفاح وفي تواصل. هاد كتب الصراحه كنصح اي واحد يقراهم، ما كيديوش الوقت، وكاينين موجود في الانترنت بي دي اف، غير كتب باللغه العربيه، من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، أو لا who moved my cheese باللونجلي، who moved my cheese by دكتور جونسون بينسر، دكتور جونسون بينسر، غتكتبوه في جوجل غيعطيكم، وتقدروا تقراو هذاك الشيء، يعني ساهل ماشي شي حاجة، تعملوا في جوجل يعطيكم بي دي اف وتقراوه. وكنتمنى التوفيق للجميع صراحة، يعني كتاب رائع، غادي دايما تبقاو تفكروه، دايما غادي تبقى تقول اذا
اذا شي نهار يجريو عليا من الخدمه، اذا خصني نعمل الحساب هادي، اذا هادي. دائما الانسان كيعمل الحساب للتغيير، ماشي غير الخدمه وصافي، اي حاجه، النجاح، المدرسه، كذا، اي حاجه ماشي غير الخدمه وصافي، يقدر ينفعك في حياتك الزوجيه، في علاقاتك، في يعني بزاف ديال الحاجات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.